آمين. إنجيل هذا الصباح المبارك بيتكلم في الإصحاح السادس في إنجيل معلمنا يوحنا البشير، بركاته على جميعنا آمين. ولو تلاحظوا إن الإصحاح السادس ده من أول ما ابتدى شهر أبشير، والإصحاح السادس بيتكرر في الكنيسة، بنقرأ منه أجزاء لأن هو إصحاح الإيمان أو الحياة الجديدة مع المسيح، عشان احنا داخلين على موضوع صيام والصيام وتجربة مع المسيح على الجبل وبعدين آلام الصليب. فإن ما كانش لنا إيمان قوي بالمسيح مش هنقدر نكمل معاه الطريق، مش هنقدر نكمل معاه السكة، فلازم يبقى لك إيمان قوي به لكي ما تستطيع أن تكمل. عشان كده نتأمل في هذا الصباح المبارك في هذه الآية اللي السيد المسيح قالها، بيقول بيكلم اليهود بيقول لهم هذا هو عمل الله أن تؤمنوا، هذا هو عمل الله أن تؤمنوا. والإيمان موضوع هام جدا في حياتنا نحن المسيحيين، لأن الإيمان هو كل المسيحية، أو الإيمان هو الله ذاته، لأنك مش ممكن تقدر تقبل ربنا أو تقبل المسيح وتحيا معه بدون موضوع الإيمان. عشان كده في هذا الصباح المبارك ياريت كل واحد منا يفحص إيمانه، افحص إيمانك، لأن هناك أنواع من الإيمان لا تستطيع أن تدخل إلى حياة مع الله، بل بالعكس هناك أنواع من الإيمان تحجب الإنسان عن متعة التذوق مع الله. عشان كده الإيمان فيه إيمان صحيح وإيمان غير صحيح، والإيمان الصحيح هو الإيمان العملي، والإيمان الغير الصحيح هو الإيمان النظري. الإيمان النظري ده مجرد معرفة نظرية لله ووصايا الله وللمسيح، إيمان معرفة لكن من غير دخول إلى العمق. النوع من الإيمان ده هو أغلب المسيحيين بيعيشوا بيه، فهم بيعرفوا ربنا ويعرفوا من هو الله ويعرفون المسيح ويعرفون أنه الفادي والمخلص الذي مات على الصليب، لكن دون أن يدخله إلى تلامس حقيقي مع المسيح ولا مع الله. الناس دول اتكلم عنهم الكتاب، والسيد له المجد وجه الكلام دوت للكتبة والفريسيين وقال لهم كده، قال لهم تملكون مفاتيح المعرفة، تعرفوا كويس خالص، لكن لا دخلتم أنتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. أهو بالضبط أغلب المسيحيين في جيلنا هذا من هذا النوع، يعرفوا كويس قوي لكن علاقة التلامس مع الله غير قائمة وغير موجودة. فاكرين عاملين زي الشاب الغني اللي قال المسيح، قالوا الشاب الغني وقال له على الوصايا، قال له هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. ربنا قال له عاوز حاجة واحدة بس، عاوز تحول الإيمان النظري إلى إيمان عملي، تدخل إيمانك في علاقة تلامس مع الله. يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل أموالك، يقول لك مضى حزينا، ما قدرش وسقط في الامتحان، ما قدرش يحول الإيمان النظري إلى إيمان عملي. هكذا يا أحبائي كثيرين منا يفشلون كثيرا في اختبار الإيمان العملي.
اقول لك ان نوع الايمان النظري دوت موجود حتى عند الشياطين. الشيطان عنده بيؤمن هذا الايمان، الايمان النظري، زي الكتاب ما بيقول، يقول ان الشياطين يؤمنون ويقشعرون. فالشيطان عنده ايمان المعرفة، ايمان المعرفة النظري، زي ما جاء مرة واحد عليه روح نجس وقال للمسيح كده، قال له اعرفك من انت، انت هو المسيح ابن الله الحي، وقال للمسيح كده. لكن يعرف معرفة الايمان النظري ولا يدخل الى عمق الايمان وعمق التلامس. عشان كده في اوقات كثيرة جدا احنا بنعيش هذا النوع من الايمان ولا ندخل الى العمق لنتلامس مع الله. ايمان الشياطين او الايمان النظري الذي لا يتلامس مع الله. زي بالظبط كلنا نؤمن ان المسيح يقدر يعمل عجائب، كل واحد فينا يقدر يؤمن بهذا، الله يستطيع ان يصنع عجائب، مش كده؟ كلنا بنؤمن كده. لكن لما تيجي انت بنفسك تخش مشكلة ولا تخش تجربة، يضيع الايمان بالمسيح وتتلخبط الشغلانة ويهتز اعماقنا من الداخل. يقول لك اللهم فين ايمانك؟ تقول له اصل ده ايمان نظري لا يدخل الى موضوع التلامس مع الله. الايمان النظري اول حاجة يخدع الانسان. الايمان النظري ايمان يخدع الانسان، لان الواحد بيظن انه مؤمن ويظن ان له حياة داخل الكنيسة، لكنك في اوقات كثيرة تجده يسقط ويترك الكنيسة ويمضي. كان عندنا واحد شماس في مصر، الشماس ده كان كل يوم حد تلاقيه واقف في الكنيسة، كل يوم حد تلاقيه واقف في الكنيسة، واقف جنب ابونا في المذبح ويرد مردات وصوته جميل جدا. وفجأة نسمع ان هذا الشماس راح يسلم. ايه اللي حصل؟ جري ورا بنت مسلمة عشان يسلم. الموضوع ان الولد دوت كان عنده ايمان نظري. لما قعدت معاه قلت له يا حبيبي انت مش بتؤمن المسيح مات من اجلك، وبتؤمن المسيح جه علشانك، وبتؤمن المسيح اتذبح علشانك وسفك دمه علشانك؟ يقول لك اه اؤمن، بس ما اقدرش اسيب البنت وما اقدرش ما اسلمش. فهذا ايمان مخادع. ايمان النظري ده ايمان مخادع، ايمان شكل دون الدخول الى العمق. زي بالظبط فاكرين لما بطرس وقف قدام المسيح وهو ماشي على المية؟ ده كان قدامه المسيح نفسه، قدامه المسيح وقال له تعالى. ويقول الكتاب اول ما شاف الريح والبحر هايج يقول لك خاف وترعب وابتدى يغرق، قال له الحقني يا رب بغرق. ربنا قال له يا قليل الايمان، يا قليل الايمان. فالايمان النظري ايمان مخادع يخدع كثيرين من الناس ولا يرقى الى ايمان التلامس مع الله. الايمان النظري ايمان شكاك. الايمان النظري ايمان شكاك، يتشكك سريعا في اي شيء، يعني ممكن يهتز ايمانه من اي حاجة. يعني لو سمع مثلا مناقشة تخص الكنيسة، او حاجة غلط حصلت من الكنيسة، او نوع معين نوع اخر من الايمان، تبتدي تلاقوا ايمانه يهتز وتبتدي يتشكك وياخد بعضه ويسيب الكنيسة ويتراجع عن الكنيسة. ايه اللي حصل؟ هؤلاء الناس اصحاب الايمان النظري من السهل جدا يطيح بيهم اي فكر، اي فكر ممكن يجيبهم واي فكر ممكن يوديهم. عشان كده تلاقي الناس دول، تلاقي ناس مسيحيين كتير من اصحاب هذا النوع من الايمان النظري يجروا ورا مثلا حاجة زي سحر ولا شعوذة ولا كوتشينة ولا فنجال ولا كلام فاضي، حاجة عجيبة جدا. يضيع الايمان
ويتشكك الإنسان ويجري وراء سراب أو وراء هيفات هذا العالم، وكأن فكره المريض مستريح إلى أي شيء من الغيبيات اللي بتحصل دي. بالظبط بالظبط واحد زي شاول الملك. شاول الملك كان عنده هذا النوع من الإيمان المريض، الإيمان النظري. لما ابتدى شاول يتغلب وابتدى ربنا ما يديلوش إعلانات وابتدى ربنا ما يكلمهوش وصمويل مات، شاول يعمل ايه؟ قال لك اروح احضر روح صمويل. يا شاول يا غبي، ما انت عندك ربنا موجود، هل تستطيع ان تصلي لله او لا تستطيع؟ هل الله موجود او غير موجود؟ يقول لك لا، انا اروح ورا الشعوذة وورا الشياطين وورا الكلام الفاضي. والتجأ شاول الى الطريق الخاطئ ولعن شاول، لعن شاول لانه ترك الله والتجأ الى الطريق الخاطئ. هذا هو الايمان النظري. الايمان النظري ايمان ميت لا يقدر ان يعمل اعمال الله. يبقى الواحد عنده شكل الايمان من الخارج لكن من جوه ما يعرفش يعمل حاجه. زي بالظبط الانسان الميت. الانسان الميت شكله انسان لكن لا يحس ولا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. هو دوت الايمان النظري، او الناس اصحاب الايمان النظري. يبقى يعرف الانجيل كويس ويعرف الوصيه كويس ولكن لا يستطيع لا ان يعمل بالانجيل ولا ان يعمل بالوصية. ويقول له الكتاب ان ايمانك هذا الايمان الذي بدون اعمال هو ايمان ميت. يبقى الواحد يؤمن بيقول انا مؤمن ومسيحي، يؤمن ويكره اخوه، واخد بالك؟ يؤمن ويخون اخوه، يؤمن ويعادي اخوه، ويقول لك انا مؤمن انا مسيحي. هل هذا ايمان صحيح ولا ايمان ميت؟ عشان كده بقول لك في هذا الصباح المبارك اختبر ايمانك ولا تخدع نفسك ولا تخدع فكرك. عشان لو عايز صحيح تعيش الايمان العملي لابد ان تدخل في تلامس مع الله. لابد انت تخش في تلامس حقيقي مع ربنا، مش نبقى عاوزين ربنا ومش عاوزين ربنا. بالظبط اصحاب الايمان النظري دول كده، يبقى عاوز ربنا وفي نفس الوقت مش عاوز ربنا. فاكرين الحكايه بتاعه الام اللي جابت القسيس عشان يصلي لابنها العيان؟ فاكرين القصه دي لما ابونا بيقول ابانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك؟ قالت له لا، ما تقولش لتكن مشيئته. ليه يا ستي؟ لئلا تكون مشيئته ان يموت الواد، قول لتكن مشيئه امه. عاوزه ربنا وجايبة القسيس ومش عاوزة ربنا ومش عاوزة مشيئة ربنا. ربنا يستعجب ويبصني يقول لك هل تريدني او لا تريدني. خليك واضح، خليك صريح مع نفسك وخليك صريح مع ربنا. هل تريد ايمان حقيقي بالله ام ايمان مزيف يرضي عقلك المريض؟ بالظبط بالظبط زي احاز الملك. أحاز الملك دوت كان يدعي الإيمان بالله، لكن لما دخل في اختبار الإيمان قال لك لا ما ينفعش. لما دخل أحاز الملك وكان جاي مملكة دمشق وأفرايم يحاربوه، راح أشعياء النبي قال له اطلب من ربنا. أشعياء قال له اطلب من ربنا، عمق طلبك إلى فوق. أحاز يقول له لا، أنا ما اطلبش ربنا. ليه يا ابني ما تطلبش ربنا ليه؟ لأنه صاحب إيمان نظري لا يتعمق أو لا يصل إلى درجة التلامس مع الله. عشان كده يا حبيبي أصحاب الإيمان النظري دول ناس مخدوعين في زواتهم. أصحاب الإيمان النظري دول ناس إيمانهم مظهري، لهم إيمان مظهري من الخارج. يقول عنهم الكتاب لهم سورة التقوى ولكنهم ينكرون قوتها. يقول يشبهون قبور مبيضة من الخارج، شكلها من بره حلو، شكلهم عندهم إيمان ولكن من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة. عشان كده تبص تلاقيه ممكن يبقى شايل الإنجيل،
وممكن يتكلم عن ربنا، وممكن يجي الكنيسة كل يوم حد ويتناول كل يوم حد، وممكن يخدم في وقت من الأوقات. لكن لو تبحث في أعماقه من الداخل تلاقي أعماقه مملوءة نجاسة ومملوءة حسد ومملوءة صراع ونميمة وكراهية وأمور صعبة جدا. تستعجب إزاي الإنسان ده هوت اللي بيتكلم بكلمة ربنا هو دوت اللي تخرج منه هذه الأفعال؟ يقول لك دول عاملين يا حبيبي زي القبور المبيضة من الخارج، بالظبط بالظبط زي الناس اللي ربنا قال عليهم اللي هيجوا يقولوا لي أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات؟ يقول لهم اذهبوا عني يا جميع فاعل الاسم. ايه اللي حصل؟ يقول لك اصل انت صاحب الايمان النظري، صاحب الايمان المظهري، ولكن عمق الايمان ما كانش ليك عمق الايمان. يقول كنت جوعانا فلم تطعموني، مريضا فلم تزوروني، محبوسا فلم تأتم الي. قالوا له ايه اللي حصل لهم؟ هو دوت عمق الايمان، التلامس الحقيقي مع الله. عشان كده اصحاب الايمان النظري دول تلاقيهم يتكلموا كتير 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 كتير، لكن تيجي تكلفه بشغلانة، تكلفه بعمل داخل الكنيسة، يقول لك يا عم ماليش دعوة، يا عم انا معرفش، ما يقدرش يمد ايده ويحرك قشة من الارض، له كلام كثير ولكن له او ليس له فعل على الاطلاق. عشان كده اصحاب الايمان النظري دول مخدوعين في ذواتهم ويمتلكوا كبرياء شديد جدا في ذواتهم. يا ويلك لو انت توجهه ولا ترشده الى ارشاد صغير، يثور عليك جدا ويقول لك ده انا خادم ربنا، ده انا اعرف الانجيل، ده انا بتناول، ده انا وانا وانا، يكون يظن انه ابن لله ولكن في الحقيقة هو يخدع نفسه. بالضبط زي الكتبة والفريسيين، الكتبة والفريسيين كانوا يظنوا انهم اصحاب المعرفة واصحاب الكهنوت واصحاب الهيكل ولكن رفضوا المسيح، اصحاب كل شيء ولكن رفضوا الاله الحقيقة. عشان كده ربنا رفضهم وسابهم وراح اختار امة تانية علشان يعلن فيها ذاته. ذهب الى العالم وترك مملكة اسرائيل او مملكة اليهود. عشان كده يا حبيبي لو انت صحيح تريد ايمان حقيقي، اقول لك اين ثمار ايمانك الحقيقي؟ اين ثمار الايمان العملي؟ اين خدمة محبة الاخرين؟ اين الطاعة والخضوع لصوت الله؟ اين البذل والعطاء في خدمة الله والكنيسة؟ اقول لك لابد هو دوت الايمان، هو دوت الايمان العملي، الايمان السلوكي، ايمان الممارسة. اصحاب الايمان النظري زي ما قلت لك عنهم متكبرين ويظنون انهم افضل من كل الناس، يفتكر نفسه ان هو افضل من الكاهن وافضل من الشماس وافضل من الشعب، افضل من كل الناس. عاملين زي الفريسي اللي واقف قدام ربنا يصلي يقول له بعمل لك وبعمل لك وبعمل لك ولست مثل هذا العشار. ربنا يقول له حيلك حيلك يا حبيبي، حيلك حيلك، قبل ما تحكم على الاخرين احكم على نفسك اولا، افحص نفسك اولا لئلا تكون انت هو المدان وليس اخوك. عشان كده ربنا في هذا الصباح المبارك يقول لك الايمان الحقيقي هو عمل الله، عمل الله ان تؤمنوا. الايمان الحقيقي من الله ذاته، زي ما الكتاب بيقول دلوقتي في هذا الصباح يقول يكون الجميع متعلمين من الله. فالايمان لابد ان ينبع من الله في حياتنا ويكون الله هو الهدف. ايمان ينبع من الله ويكون الله هو الهدف الوحيد لهذا الايمان، يكون هدفنا هو ارضاء الله واتباع الوصايا. عشان كده كل انسان يفتح قلبه لصوت ربنا ويصغي الى صوت الله يعرف كيف يوجه ايمانه الى انتشار ملكوت الله. ما يقدرش بعد كده يشتغل لحساب نفسه، ما يقدرش بعد كده يرضي اهواءه او شهواته
ولكنه يعمل وعيناه معلقتان على الله. يقول له يا رب هل عملي هذا يرضيك؟ هل عملي هذا يرضيك؟ يبقى في كل اعماله عينيه متعلقه بربنا، وهو كل هدفه ارضاء الله. يقول لك مهما كانت صعوبه الوصيه، او مهما كان الطريق مع الله ضيق، او مهما كان الصعوبات، لكن عيناه مرتبطان بالله. الله ياخد منه الملء، ياخد منه السلام، ياخد منه القوة، ياخد منه التعزية. هو ده صاحب الإيمان الفعلي، الإيمان الحقيقي. أصحاب الإيمان الفعلي دول لهم إيمان حي، إيمانهم إيمان حي، إيمان متحرك، إيمان إيجابي، إيمان بناء يسعى نحو الله. على رأي القديس بولس الرسول يقول نسعى نحو جعالة الله العليا في المسيح يسوع. يبقى إيمان لا يمجد الذات ولا يرضي أغراض الذات أو رغبات الذات، ولكن إيمان لا يعرف المستحيل، إيمان لا يعرف المستحيل مع الله. على رأي القديس بولس الرسول لما يقول لك أصحاب هذا الإيمان ما بقاش عندهم عوائق في حياتهم، ولكنهم ينطلقوا في العمل مع الله. يقول عليهم كده لا نجعل عائق في شيء، لا نجعل عائق في شيء، بل نقدم أنفسنا في كل شيء كخدام لله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في طول أناه في الروح القدس، في محبة بلا رياء. هذا هو الإيمان العملي، إيمان باذل، إيمان مضحي، إيمان لا يضع عوائق، ولكنه يسكب كل ذاته مع الله من أجل وصية الله وإرضاء الله. هذا الإيمان لا يتعطل أبدا مهما تغيرت الظروف، مهما كانت الضيقة أو مهما كانت الصعوبات، لأن إيمانه يقهر هذه الصعوبات. يبقى الواحد عنده قوة إيمان يقدر ينتصر بها على أي شيء. يبقى إيمانه طموح، إيمانه يصل إلى كل ملء الله، يطلع للسماء يجيب من ربنا وينزل على الأرض. زي مين؟ زي حزقيا الملك. حزقيا الملك ده كان صاحب إيمان حي، كان عنده إيمان يقدر يطلع ويخترق السماوات ويأتي بالاستجابة وينزل بها على الأرض. مرة ربشاقي رئيس جيش أشور راح بعت له جواب يهدده، قال له سلم المملكة بتاعتك عشان أنا هاجي أمزقها. حزقية قال لك هعمل إيه؟ أنا صاحب إيمان حي. خد الجواب وطلع على الهيكل وراح يقول لك كده، نشر الجواب أمام الله وقال له يا رب دول جايين عشان يبهدلونا، يرضيك انت الكلام ده؟ وصرخ حزقية الملك. يقول ربنا عمل ايه؟ بعت ملاك وقتل 185,000 جندي من جيش اشور في تلك الليلة. ايمان حي، ايمان ما عندوش عوائق، ايمان ما يتلخبطش وقت الضيقة، وقت التجربة ما ينساش ربنا، لكن يجري لربنا ويقول له تعالى، فيأخذ الاستجابة من السماء وتنزل له على الارض، فيتمجد الله في حياة الانسان المؤمن. عشان كده حزقية ده نفسه لما جه اشعيا النبي، اشعيا بجلاله كله جاله قال له خد بالك رتب بيتك بقى عشان انت هتموت خلاص. قال له هموت؟ هموت ازاي؟ انا هموت؟ انا عايز اعيش مش هموت. راح جري عند ربنا قال له اسمع يا رب انا مش عايز اموت دلوقتي. يقول لك كده، ووجه حزقيا وجهه الى الحائط وصرخ الى الله. ربنا قال له ايه؟ تعيش 15 سنة تاني. شفت قوة الايمان الحي؟ ايمان حي متحرك لا يتغير في الضيقة ولا في الصعوبات، ولكن يصعد الى السماوات ويأتي باستجابة الله. عشان كده يا حبيبي بقول لك لا تتردد ان تقتني هذا النوع من الايمان الحي في حياتك. هذا الايمان لا يعرف المستحيل،
هذا الإيمان يأتي بقوة الله من السماء لكي تعيش معك على الأرض. الإيمان العملي الحقيقي إيمان سلوك. الإيمان العملي الحقيقي إيمان سلوك أو إيمان معاش. الكتاب يقول كده، يقول نحن نسلك بالإيمان لا بالعيان. عشان كده الإنسان اللي يحمل إيمان حقيقي ده يحمل قوة هذا الإيمان في كل حياته، يعرف الوصية أو يسمع الوصية يسلك في الوصية على الفور، يسمع صوت ربنا يتبع الله على الفور. إيمان عملي، إيمان سلوكي، يتحرك على طول. ربنا يقول له اعمل الشيء الفلاني يعمله، يسمع صوت ربنا يمشي ورا صوت ربنا. زي مين؟ زي أنطونيوس. القديس الأنبا أنطونيوس عمل كده، كان عنده إيمان متحرك، إيمان سلوك. راح دخل الكنيسة، سمع ربنا بيقول له إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل أموالك وتعال اتبعني. قال لك مفيش مشكلة، نروح بنبيع كل أموالنا ونتبع المسيح. تقول له هتعيش إزاي يا أنطونيوس؟ يقول له فكر شوية يا ابني، هتعيش إزاي؟ يقول لك أنا أؤمن أن صاحب الوصية يستطيع أن يعطيني حياة وغنى. ما بقول لك إيمان سلوك، يسمع صوت ربنا يمشي ورا ربنا على طول. وترك أنطونيوس كل شيء وعاش مع المسيح حياة ملؤها الغنى إلى سنين كثيرة جدا، وهو لم يعوز شيء لأنه إيمان سلوك. عشان كده ربنا يقول على هؤلاء الذين يسلكوا بالإيمان، يقول بالإيمان عملوا إيه؟ عملوا حاجات عجيبة جدا. يقول بالإيمان قهروا ممالك وصنعوا برا ونالوا مواعيد وسدوا أفواه أسود وأطفأوا قوة النار ونجوا من حد السيف وتقووا من ضعف وصاروا أشداء في الحرب وهزموا جيوش غرباء. عشان كده ما نستعجبش ان اصحاب الايمان ممكن يعملوا اي حاجة. القديس بولس الرسول قالها باختصار، قال لك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. طالما انا عايش بالايمان استطيع ان اسلك في ملء قوة الله. عشان كده نلاقي واحد زي شمشون. شمشون بعد ما ضاع ايمانه وسقط وعينيه عميت، لكن لما رجع له ايمانه تاني قال استطيع كل شيء في المسيح. قال ودوني المعبد الفلسطيني، راح المعبد قال له واحد كده، قال له جرني وقفني جنب عمودين، وقفه جنب عمودين، قال له بالقوة التي أملكها بالإيمان أستطيع الآن أن أنتقم لما حدث لي. يقول لك كده، وشمشون زق بأيديه بدراعاته كده هوت على العمودين، وقعوا العمودين وتهد المعبد على كل اللي فيه. يقول وكان الذين قتلهم شمشون في مماته أكثر كثيرا جدا من كل الذين قتلهم في حياته. عشان كده هو دوت الإيمان المعاش، إيمان السلوك المعاش، يخلي ربنا يجي معانا على الأرض، ما يبقاش ربنا في السماء وإنت على الأرض. إيمان السلوك المعاش، الله يأتي ويعيش معك ويفكر معك ويحل المشاكل معك ويأكل معك ويشرب معك. زي ما بنصلي ربنا في القداس الكيرلوسي بنقول له كده، بنقول له اللهم شاركنا الحلول معنا. عشان كده صاحب الإيمان الفعلي على مستوى السلوك ده يجيب ربنا يقول له اقعد يا رب هنا حل لي المشكله دي. بالظبط كده. احكي لكم حكايه. كان في واحده ست، وهذه المراه عندها طفل عنده 7 سنين، والولد ده جاله صرع. الصرع ده عباره عن تشنجات، يتشنج ويقع على الارض وكده. وبعدين الصرع ده ابتدى يزيد، نوبات الصرع ابتدت تزيد، فودته المستشفى. فالمستشفى قالوا لها ده الولد حالته خطيره جدا وممكن يموت في ظرف فتره صغيره خالص. قالوا لها الحل ان احنا نعمل له عمليه ونشيل له مركز الصرع ده من مخه. والدكتور جه قعد معاها قال لها قبل ما تمضي على القرار انا هقول لك العمليه دي ممكن تعمل ايه. اولا نسبه النجاح بتاعتها قليله جدا. القصة دي حقيقية. قال لها نسبة النجاح قليلة جدا.
نمرة اتنين ابنك احتمال يطلع من العملية مشلول، او لو ما طلعش مشلول هيطلع عنده فقدان في الذاكرة وممكن يموت في وقت العمليات ما نقدرش نعمل له حاجة. لازم تدينا حل في ظرف 3 ايام، يا اما نعمل عملية يا اما نسيبه للصرع، نوبات الصرع تموته وهو هيموت هيموت. الست عايزة تاخد قرار ومش عارفة، ابنها حبيبها طفل عنده 7 سنين ويتقدم الى الموت ومش عارفة تاخد قرار، تقول كده كنت هتجنن. عملت ايه؟ راحت تصلي، صرخت لربنا صلاة ام مجربة، بتقول له يا رب تعالى حل لي انت المشكلة دي، انا مش عارف اقول ولا اقول لا، يمكن اقول الولد يموت، يمكن اقول لا الولد يموت، انا مش عارفة. وبكت امام الله، بتقول ونمت في تلك الليلة وجالها واحد في حلم، حلم جالها واحد قال لها انت هتقدري تشفي ابنك. صحيت الصبح الست هتتجنن، تقول بقيت اكلم نفسي، ده انا لا انا دكتورة ولا اعرف حاجة عن الصرع ولا اعرف حاجة عن الطب، اشفيه ازاي؟ وقف اتصال لربنا طول النهار، تقول له قول لي ازاي، ارشدني ازاي اشفيه، انا مش عارف اعمل ايه، ارشدني ازاي اعمل حاجة، انا نفسي انه يخف. وهي بتصلي جالها تليفونات من المستشفى، الولد جاله نوبة صرع، الولد جاله نوبة صرع، الدكتور بيقول لك امضي على قرار العملية. بقت في صراع شديد جدا امام احتياجها الشديد لله وامام صوت المستشفى العملية لها امضي على القرار امضي على القرار. فصرخت زي كده، اخر ما انهكت خالص قفلت على نفسي الباب وشلت سماعة التليفون وقالت انا هتخانق معاك يا رب، يا انت تحل المشكلة دي يا ما تحلش المشكلة دي، انا مش هقدر اخد قرار غير لما انت تقولي، انت بتقولي انا اشفيه، اشفيه ازاي؟ انت توريني. وهذه القصة يا احبائي، الست بتقول ان قعدت طول النهار تصلي لغاية ما تعبت ونامت بالليل وهي نايمة، حلمت حلم ان هي قاعدة على ترابيزة وقدامها كتب كتير، فقالت احتمال يكون في حل في كتب من الكتب دي. فصحيت الصبح بدري وراحت المكتبة وقعدت تدور على الكتب اللي فيها مرض الصرع، تقول جبت الكتب وحطيتهم قدامي على الترابيزة مش عارفة انه كتاب ربنا عاوزني اختاره. صلت على الكتب قبل ما تفتح الكتاب ومدت ايدها على كتاب وفتحت الكتاب، لقيت موضوع كده الصوم والصلاة علاج للصرع. تقول وابتديت اقرا الموضوع، ابتدت تقرا الموضوع عن الصوم والصلاة علاج للصرع. تقول فتحت كتاب واثنين وثلاثة واربعة، لقيت ابحاث كتير عن ازاي ان الصوم بيعالج الصرع. راحت جريت المستشفى قالت لهم اسمعوا انا ابني مش هيعمل عملية. الدكتور يقول لها انت جننتي، ده ابنك هيموت لو ما عملش عملية. قالت لهم انا هاخده من هنا وامشي. هتروحي فين؟ ده هو هنا في المستشفى واحنا مش عارفين نعالجه، انت هتاخديه توديه فين؟ ممنوع تاخديه. قالت له انا هاخده وهمشي من هنا لان انا عارف علاجه. قال لها علاجه ايه؟ قالت له علاجه اللي يصوم. قال لها انت مجنونة، انت بتهلوسي. عشان تقنع الدكتور راحت دورت على مركز بيؤمن بالموضوع ده هو، فلقت في ولاية بعيدة جدا في مركز بيؤمن ان هم يعالجوا الناس بالطبيعة، فراحت خدت الولد وراحت هناك في المركز ده هو، وهناك اقامت فترة. يقول لك كده كانت هي قاعدة في دير جنب المركز بتصلي والولد قاعد صايم بيصوم ما بياكلش. قعد بعد 3 شهور الولد شفي تماما. هذه المرأة في القصة بتاعتها بتقول كده، بتقول ان اعظم علاج هو في ايدينا جميعا، هو قوة الايمان مع الصلاة ان احنا قربنا. عشان كده بقول لك قوة الايمان على مستوى السلوك تخلي ربنا ينزل معاك وياكل معاك ويشرب معاك ويفكر معاك.
ليه احنا ما بنعيش الايمان ده؟ ليه احنا وقت الاتعاب بتاعتنا ما نشركش ربنا معانا في التعب عشان ربنا يشترك معنا في الحل؟ فحاول كده، حاول تقتني هذا النوع من الايمان وجرب اختبر ربنا. فاكرين القصة بتاعت الواد بطرس الصغير اللي حكيتها لكم زمان، بطرس والسمكة دي؟ لما كان عنده هذا الايمان، ايمان السلوك، لما سمع ابو درس مدرس الاحد بيقول له ان بطرس ربنا قال له افتح روح هات سمكه وافتحها تلاقي في بطنها فلوس، قال لك انا لازم اجيب السمكه وهلاقي في بطنها فلوس علشان امي ما تشتغلش وتقعد معايا وتاخد بالها مني، عشان انا طول النهار ببقى قاعد خايف في البيت. وعارفين القصه انا حكيتها لكم قبل كده، صراع بين بطرس وبين صوره المسيح اللي فوق السرير، ويتخانق بطرس يتخانق مع ربنا يوم واثنين وثلاثه لغايه ما ربنا ياتي له بالاستجابه انه ايمان على مستوى السلوك العملي. هذا هو الايمان المعاش او الايمان الفعلي. اخر حاجه في الايمان العملي، ايمان غير قابل للتغيير. زي ما قلت لك، لان الايمان العملي جاي من ربنا، واذا كان ربنا ليس عنه تغيير ولا ظل دوران، فايمان الله ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. تتغير الظروف، تتقلب الدنيا، تقوم الدنيا، انا مؤمن بربنا ولي ايمان ثابت في الله. وانا غني، انا مؤمن بالله. وانا فقير، انا مؤمن بالله. وانا حزين، انا لي ايمان بالله. وانا فرحان، انا لي ايمان بالله. على رأي الترتيبة الرائعة اللي بتقول حيث قادني اسير. عارفين الترتيبة دي؟ لما بتقول حيث قادني همشي وراك يا رب في تبعية الايمان. يقول له ان في حرب ام سلام، ان في صحة ام سقام، ان في فرح او الام، في اي حاجة حتى لو قادني للصلب امشي معك دوما كل حين. هذا هو الايمان الذي لا يتغير. فاكرين ايوب البار، ايوب الصديق، كان عنده هذا النوع من الايمان الغير قابل للتغيير. لما جه فقد اولاده وفقد ثروته وفقد كل شيء، ومراته زهقت، فقدت ايمانها في الله، فقالت له بارك الله وموت او العن ربنا وموت. قال لها يا امرأة الخير من الشر نقبل، والشر لا نقبل. الخير من الرب نقبل والشر لا نقبل. هذا هو الايمان الذي لا يعرف التغيير. عشان كده واحد زي القديس بولس الرسول يقول له انا معاك يا رب، انا معاك ومحبتي ليك لن تتغير. لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح، ولا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف. يقول له حتى اننا من اجلك نمات كل النهار. هذا هو الايمان الحقيقي. يا ريت كل واحد يفحص ايمانه، هل ايمانه على مستوى السلوك؟ هل ايمانه ايمان حي؟ هل ايمانه لا يتغير؟ ولا احنا ايماننا مهزوز ومضطرب ويتعثر كثيرا جدا؟ تعال الى الله واطلب هذا الايمان. قل له اؤمن يا رب فاعن ضعف ايماني. قل له اؤمن يا رب فتعال زود ايماني. اثبت في ربنا، الله يعطيك ايمانا عميق جدا حتى ما تصعد الى السماوات وتأتي بالاستجابة من السماوات. صدقني لو عندنا ايمان ممكن نعمل اي حاجة. لو عندك ايمان ممكن تعمل اي حاجة. احنا ضعفنا واحتياجنا وعوزنا وفقرنا وامراضنا، كل هذا لاننا لا نملك الايمان. كل هذا لأننا لا نملك قوة الإيمان. لو أم مؤمنة تستطيع أن تغير أولادها وتقودهم للمسيح، لو أب مؤمن يستطيع أن يغير زوجته وأولاده ويقودهم للمسيح، لو إنسان مؤمن يستطيع أن يحل كل مشاكله ويقودها إلى المسيح. لكن إحنا مشكلتنا إن إحنا ضعفاء الإيمان، مشكلتنا لا نستطيع. إيماننا حتى ما بيوصلش يمكن للسقف دوت عشان نقدر يصعد للسماء ويأتي للاستجابة. خليك قوي
إيمانك، خلي عندك لجاجة في الإيمان، لا تتغير بتغير الظروف، ولكن امسك في الله واعمل زي يعقوب لما قال له أمسكته ولم أخيه، هفضل ماسكك لغاية ما تباركني. الله يبارك حياتنا ويعطينا نعمة وبركة، والإلهنا كل ماجد إلى الأبد، آمين.